تفضل الحاج احكي لنا المشكل اللي عندك معنا. سيدي ملي مات الشيباني 15 يوم مشيت عنده يعطيني مصروف الجمعه، منين خلطت جمعت. دابا هاد الحانوت الحاجه غير باش الناس تفهم، هاد الحانوت شنو كان فيه؟ سيكليس ولا سيكليس؟ سيكليس الحانوت سيكليس. سيكليس نهار اللي درت 15 يوم مشيت نجيب ديك البركه من الجمعه للجمعه يعطيني مصروف ولادي. يعني كان توفى الزوج ديالك؟ كان مات 15 يوم كان مات. ايوا قال لي يما ما نعطيكش الحانوت حانوتي دبري. اه ولدي ولادي عومي وخوتك عومي وانا مريضه. قال لي باب سيدي عبد الوهاب اديهم الباب سيدي عبد الوهاب فما يجيبوا عشاهم. جيت بقيت نردح ونبكي، قعدت هكذا كين قعدت 3 شهور. جاني الضو جاني الباتانتي جاني الماء كمل لي المصيرف اللي جابوه لي في الموت. اشكيت به، الوقت اللي اشكيت به راح نعاد في الشرع، درت المحاميه كنت ما دايراش. علاش شكيتي به؟ شكيت به على الحانوت. الحانوت واش بقى يعطيك المصروف ديال الحانوت؟ هو يعطيني مصروف حانوتين تاع الجمعه ويعطيني وصافي. مشى للريزو دايرون 200,000 دا حقه. هنا دايرينو في الدار؟ دايرونو في الدار دا حقه. بالنيه ناض العائله كلشي دات حقها، بقاو لي غير اللي قدامي مكفوفين ثلاثه. ايوا سيدي رحنا فاش درت الشرع، منين دعيناه قعد يرقد استدعات ما تجينيش، هو يمشي وانا ما نمشيش. نهار اللي تقدد قد النشان استنفت عليا غير الحكومه والمحكمه. ايوا الوقت اللي صيفطونا ومشيت صبت عاد قعدت من دابا وجديد نجري، عاد درت المحاميه. ايوا رحنا عاد سيدي في الشرع على الحانوت وجاتنا الربحه. عاودوا قال لي يا لالا القاضي، قال لي يا لالا انا جريت معاكم ذا شهر وراني نصلي الفجر وراني بوليداتي، جريت عليكم شهر ودركا مردوكم مرشي كوفير. عاود جاتني استدعاء تاع الدار، جابها لي البوليس للدار، قال لك خصك تتقابلوا تعطيوه حقه والله ندخل عليكم الزوفريه. يعني هنا في الدار؟ هنا في الدار. قلت له يا سيدي انا ما يدخل عليا حتى واحد، عندي البنات الدار ما عندي، لو كان حتى يعطيوني حقي ما تشري ليش، وباش نخلص الماء باش نخلص الضو باش نخلص الباتانتي وباش نعيش وباش نداوي. هذا يعني الولد ديالك هو اللي بغى يخرجكم من الدار؟ هو ولدي، هو ولد كرشي، هذا اللي رحنا معاه. ايوا قلت له سيدي رحنا عاد في الشرع شوفوا واش تايديروا، وانا نمشي نركب منا غالى المحكمه 300 دورو منا و 300 دورو من هيه، من نروح للعش ما نصيبش حتى خبزه ناكلها انا والولاد. ودرك لا اله الا الله محمد رسول الله، رب العالمين هو اللي يعرف، انا ما عرفت والو، مانيش نقد نتمشى، عندي 87 عام ما نقد نقود ما نقد نتمشى. وبقيت خدمه الحاجه خص 87 عام مشيت تخدمي في الديور؟ لا دابا انا وناش نتسخر، نتسخر لهم ما كانش اللي نتسخر، نتسخر لهم غير ما كانش اللي يجيب لهم، نتسخر نجيب البوطه نجيب راك عارف ندور منا ندور منا حدا بالله لا عاد ندور. ايوا هذه هي سيدي، ودرك ما عندي ما ندير، ربي كبير وما بغاش يحشم، حشمه ولاد عمو حشمه حباب الوجوه الزينين غير كلمتي ولي تكون. ايوا لا اله الا الله غنديكم. ما كيعاونكم ما كيعطيك فلوس ولا كان عطانا عاد نشكي، هذا ولدي لو كان يعتقني واش ولدي، واش انا نشكي بولدي؟ لو كان ربيبي لو كان حمايا لو كان كاع وتجي عليا، درك هذا ولد كرشي وزاد لي في وسط 5 بنات، هو كان غير هو وربي خير منه، غير اللي خلقني وخلقو اللي خير العينين هو. ودوكا يتعدى يدور شي كلايم شينين وشي كلايم يقولها الشيطان، باغي غا يديرنا في الحبس، وحنا الحق سبحانه راه يشوف، ما ندخلو الحبس لنا لا وليداتي لا بنيتي. هذا ما كان خوه راجل مسكين وراه يلبس جليليبا ويمشي مسكين هكذاك داك العود لا راك يدور به من جهه سيدي عبد الوهاب تما المدينه يقودوه احباب الله ويجي، ومريض حتى هو
داير ما يشوفش مسكين ما يشوفش وهبيل هبيل هكا كيمشي مسكين يبيع يمشي هكذاك الله يسمي يبيع يدير لك داير العصايه فيه ايوا سيدي هو الولد عمالي منين مشى للسعوديه داها البحر نهار اللي برا ما يشوفش تما نقص الشوف ديالو عين طفات وين ظنيتي عمش بيها شويه كان عاد مولا 14 عام شحال ايوا كل اللي تخربق في عقله ما بقالوش المخ وبن داك الشيء رافد همو واخا يخطي واخا يعاير واخا يزقي واخا منين مريض ديتو حتى دعيتو كاع المخزن صابوه ما ماشي مريقل قالوا لا لا هذا ولدك دبري ما عندنا ما نديرو لك ما نمشيوش نقتلوه والبنيات المساكنين ما كيشوفوش حتى هما كيسالوا البنت في دارها اللي عمات في دارها صغيره عليهم عندها جوج بنيات وطال مسد كاع هذيك راه في دويرتها وهذو جوج راهم قدامي وحده صغيره صغيره عليهم ماشي عميه لا ايوا راك تشوف اسيدي واش تراني دايره يعني حتى داك الريزون اللي نتوما كتديو منه هذيك 2000 لا 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 عماولي بكري عماو قبل لا نديروه عماو بكري نقسلهم جاتهم بوتليليس اللي يعمي ما يبراش جريت وجريت قالوا لي كاع ما تضيعش راسك انا في التسعينات يعني راهم وراثه ايوا واش تا وراثه باهم كان بعوينات وانا بعويناتي عندنا كلشي بعونه بصح قالوا لنا وراثي الله الا كان شي جدود بكري ما نعرف تاع جوجتي مسكينه عماها راجلها قال لك بكري كان يسوقها كان يصوتوا بالعمود عمات عين بقات لها عين هذا الشيء اللي كاين دروك انت شنو تطلبي من الناس اللي انت اصلا حاجه خاصك الدواء وخاصك خاصني الدواء ها الدواء ياك راني وريت يعاونك واش تبغي تقولي للناس اللي كيشوفوا فينا شنو باش يتصلوا بكم ان شاء الله ويعاونوكم شنو تقول للمسؤولين ان شاء الله يعاونونا هذا الدواء معليش اخالتي راني كل شيء راك شتو وراني ناكل فيه وما بريتش لو كان غير راني منين نفوت الريح درك منين نخسرهم في الدواء ما بقاش ما نسيبو باش نعيش احنا حضرنا خبيز وقهيوة قهيوة كحلو وخبيز ما كان بات كل هذه لا هذيك علاش راني ما درت والو ما كان حطيت لك لا لا خلي ايوا هذه هي يا سيدي درتو شي خير فينا يعطيكم الخير في الخير اللي عنده الوليدات السجاو اللي عنده البنيات يبيض سعودهم ويعطيكم صحة الجمل ما يعياو إليك يعطيكم الصحة والصلاح في طريق الصفاح. حاجة غير واحد القضية هذاك الحانات كنتي قلتي لي قبيلات كان بسمية راجلك. كان بسمية أحمد واه. أحمد ونوما ومن بعد باش ولدك قلب عليكم ما قال لك ما منين مرض الشيء. كان شي تزوير ولا قلتي إيوا دار تزوير لو كان ما كانش تزوير هو إلا دارنا شي من خط ديال بواه لخاطر هو كان مول الدار حنا نوريوه ورقينا بالهبله سهري اختي سهري 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 قال لك سكتي صبري اختي خليها خلاتها قلت لك هو الا دار شي داك شي واحد الرزي والله كيقولوا لها واحد الكتبه ديال بواه بها قعد يدير التخربيق واه جيبوا لي جيبوا لي أما غادي ندي با يحوس شويه جيبي لي أما راهم غادي يديو لنا الحانوت ونمدلو كلشي الحويجات ولدي ماشي بيبي ايوا هذا الشيء اللي كتب السيد حيت قلبوه على الحبوس واش تقدر ديال ولاد بوشامه وقلبوه على الحبوس تما في ديك القلبه تما هو خطر هو فما دار القضيه هو كان تاع ولاد بوشامه كنا نخلصوا الكاريه ساري خلي اختي الله ينعل الشيطان قلت لك كان عند ولاد بوشامة خلصناه قدام سنين كانوا عاد مهاجري عندنا زازير الوقت اللي كانوا هما والحبوس في الشرع ربحوا الحبوس الوقت اللي ربحوا الفلوس الحبوس رحنا قعدنا نخلص الكرية للحبوس داو لهم الحانوت ما هو دار القضية هو قدم القضية راه في 7 سنين وحنا ما جايبين خبر واه فما راه دارها هذاك الشيء اللي كاين كان على ولادي شنو تطلبي الحاجه من الناس يشوفوا فينا شنو تطلبي من الناس اللي كيشوفوا فينا قولوا يعاونونا في هذا الناس شنو بغيتيهم باش بغيتي الناس يعاونوك على الحاجه ايوا سيدي لا باش نداوي باش نعتقوا نعيشوا صافي حنا ما رحناش غادينا وعاونونا في هذا الشرع يشوفوا واش تكاين الشرع واش اللي قدو بيه ما قد ما كرهتش قلت انا ما نقدش غاديه جايه ما نقدش
تبناو خير ان شاء الله. يفرق يديها هو يديها ولا نديوها احنا نديها هكا. ما يديش ما يديش لا يدي نمشي نذبح راسي انا جايه في راسي قدام المحكمه لو كان يدي كل شيء باش نعيش. ولادي يموتوا نموت 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 انا بعد ما يشوفونيش ما يبقوش يقولوا لي ما عطينا. لا هذا الشيء اللي غادي ندير هذه اللي تسلكني باش ما نبقى نمشي للشرع ما نبقى نبكي ما نبقى نغبن ما نبات نموت ما والو موته وحده تقضي حاجه الله يعاون. لا الحاجة ما تقوليش واتشد في شي كافرة عند الله. واش تندير؟ ولا الحاجة. الحقرة واعرة. عمرو بيد الله. وما دوكا كي تهضري مع الناس اللي قولي لهم راني نطلب منكم تعاونوني. وراني نطلب الله راني نطلب المولى هو اللي يعطيني منهم هما اللي يا بنيتي الله يهديك. سمعي قولي. واه واه. فهمي غير سهري. قال لك حط بزولة الرحمة ما نهربوش من الخير. ولا كانش حاجه اخرى الله اعلم انا ما عالمه والو ما عارفه والو. شي حاجه تبغي تقولها لولدك؟ ايه شي حاجه تبغي تقوليها لولدك شي ميساج تقوليه لولدك؟ ولدي واه واش تنقول له؟ نقول له ولدي الا هداك الله الا هداك المولى هداتك البزوله فاضي لنا هذا الشيء خياتك راهم بالجوع وعومي ومكرفسين وانا مريضه دير لنا حل على الحانوت تبيعه وتعطي لخياتك حقهم صحة تا انت حقك من الدار تا الا عطيتنا حقنا من الحانوت تقدر ديرها في البيع ونعطيوك حقك. ما بغيت شي اولدي راها قاعدة فين ما وصلها الله توصل. انا هذا الشيء اللي كنت منه عرفت نهدر ولا ما عرفتش؟